من المشروعات اللي اتفرج عليها الولايات المسائية وفضل متابعة لأهم الأحداث للأشتوب اللي بسينا لأيام الحالة. أهلا بكم في المسائية. احنا نعرف على المكان أكثر من الموضوع وأكثر من عنوان. عندنا النهاردة الشيبت بتاعنا بيتناول الحوار الرئيس في الجزء الرابع لرئيس تحرير للأوقاص. الرئيس يعني ركز على كذا محور داخل الحوار. المحور الأول اللي طبعا هو بيؤكد أن مصر أكبر من الكرسي أكثر من أكبر من أي سلطة، وأن المستقبل مصر والمصريين في رئادتنا في رئادة الرئاسة والمصريين. كمان هو ركز على علاقة مصر بالسودان، اعتبرها يعني علاقة استراتيجية، وقال إن مصر السودان ما تقدرش تعيش بينا، وإحنا والسودان ما تقدرش تستغنى عنينا وكده، يعني إن علاقة مترابطة، ودي علاقة طبعا بتربطها علاقات تاريخية وثيقة، في ارتباط عائلي وفي نسب وغير ما طبعا نهر النيل، علاقه تاريخيه ممتده قرون يعني طويله يعني. وفي كان هو كمان تحدث عن ليبيا، تحدث عن ليبيا وقال ان الوضع داخل ليبيا، وقال ان طبعا ده بالنسبه لتعتبر وان احنا طبعا يهمنا استقرار ليبيا وبنحافظ على انها تستمر في حالة امن وامان، وبيدعو الشعب الليبي بان يلتف حوالين البرلمان المنتخب والقيادة الشعبية الشرعية الليبية. في كمان بيتكلم طبعا يعني هو تحدث عن الشباب وتحدث عن المستقبل وقال ان المستقبل كويس والدنيا بإذن الله تبقى كويسة، وفي مشروعات ضخمة بتتم والمسيرة ماشية. وإن طبعا هو قبل كده كان تحدث عن الإرهاب وقال لك إن الإرهاب يعني سينتهي، وإن مصر يعني لن ترقع للإرهاب، وإن مصر قادرة على إنهاء وتطهير سيناء من البؤر الإجرامية. فيرحب فيرحب حضرتك الحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقدر نعرف متابعات الوضع ده في سيناء دلوقتي. بالظبط، طبعا الجيش قوات الامن طبعا عامله حاله استنفار دائم وفي خطط يوميه بتتم. النهارده تم تثبيت 3 تكفيريين وتدمير ست انفاق وعدد من المنازل اللي هي يعني كانت بؤر للإرهابيين، أنفاق ومنازل كمان اللي كان واخدينها الإرهابيين كنوع من اللي اختبأوا فيها. طبعا على الجانب الآخر في عملية إخلاء المساكن بدأت بنجاح، وفي تفاهم وتقبل من الأهالي في سيناء لدوافع عملية الإخلاء، وان بيتم صرف فوري للتعويضات اللي تم اخلاء منازلهم. تعويضات كام والله؟ تعويضات يعني هي عاملين قائمه اعتقد بالنسبه للمساكن المبنيه بالخرسان قيمه اعلى، والمساكن الثانيه بالمباني الثانيه قيمه اقل. ثاني حاجه هم كمان مخيرينهم ان مش عارف ينتقل المكان بيوفروا مكانه في منطقة قريبة وآمنة.